عملت ايه؟ يا سلوى مش هتبطلي تتصنطي عليا؟ معلش كنت عايزه اعرف النتيجه بالكنترول، عملت ايه؟ ما فيش، اتكلمت معاها في موضوع عصام فقالت لي يعني خلاص ان هي ما بتحبوش. سيبك من عصام، عملت ايه في موضوع الدكتور؟ ما انا اتكلمت معاها في موضوع عصام فقالت. ايوه ما احنا خلصنا موضوع عصام، عملت ايه في موضوع الدكتور؟ ما انا بحكي لك، انا اتكلمت خلاص، خلصت الموضوع بتاع عصام، فاضل بس اللي هو الموضوع بتاع الدكتور. فانت بقى تتكلمي معاه في موضوع الدكتور بحيث ان انا بقى اتكلمت مع عصام وهي وانت اتكلمت مع الدكتور، فهي يبقى قسمنا الادوار كاب وام. انا بتكلم في حاجه انت بتتكلمي في حاجه، الادوار بتبقى متقسمه، لكن الاب والكلب كل حاجه ما ينفعش طبعا. هربت من مواجهه ما عرفتش تربيها وتشكمها، كان لازم تكسر لها طلوعها، لازم تفهمها ان الدكتور ده اكبر منها ب 25 سنه، يعني قد ابوها، لكن انت سبتها كده وسبتني انا اواجه واقول. دي بس معلش يا حبيبتي وحشتيني قوي، اصلا انا كنت بتناقش مع بابا يعني حاجه. بابا قصدي محمود، محمود محمود. هو النور قطع عندكم انتوا بس ولا ايه؟ بس بس وطي صوتك، امسك الشمعه دي خليها معاك لحد ما نقرا الفاتحه. يلا انا مش فاهم حاجه. انت مش قايل داري على شمعتك في ايد ايه؟ ودينا طفينا لكم النور عشان سلوى ومحمود ما يحسوش بينا. ايه ده؟ وش معنى انتوا ماسكين كشافات وانا ماسك شمعه؟ لما تتجوز سحر يبقى ساعتها من حقك تمسك كشاف. يلا يلا نقرا الفاتحة. آمين. مبروك مبروك يا حبايبي. والله لولا سلوى ومحمود نبرون لكم في الجوازة كنت زغرطت لكم بالصوت الحياني. سامي مش عايز تقولي حاجة؟ الصراحة عايز أقولك حاجة يا سحورة. هو يعني إيه الصوت الحياني؟ يلا يا اخويا يلا لبسها الدبله اللي قبل محمود وسلوى ما ييجوا. اه صح، ايه ده الدبله فين؟ وطي صوتك هتفضحنا، ما الدبله هي في ايدك. اه صح صح. يا ماما افتحي، انا سامعه صوتكم، افتحي. صوت الجعير ده بتاع سامي انا عارفه. انا هقوم بعترف لهم بكل حاجه وامري لله. لا 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 استني استني، نلبس الدبل قبل ما يخشوا عشان نحطهم قدام الامر الواقع. اه صح. امسكي يلا امسكي. خد هات هات. خلاص خلاص اهو اهو. انتوا بتعملوا ايه؟ بنقرا فتحة سامي على سحر، عندك مانع؟ كده يا ماما؟ كده تقروا فتحة اختي من غير ما تقولوا لنا؟ هنعمل ايه؟ ما احنا ما كناش هنعرف نقراها بيكو بيكو. ها شايف شايف يا استاذ؟ سيبيه سيبيه. اهو ده عقاب ليهم يعني. انت ما بتتعظ يا ابني، ما بتشوفش اخطاء الاخرين وتكررها. ايه يعني؟ مبروك. ممتاز فواز، مدير محطة السعادة الفضائية. ومال حضرتك مكشر كده ليه؟ لا ابدا، ده شويه مشاكل وضغوط الحياه يعني. يا ساتر يا رب. طيب لو عندك مشكله ابعتها فريد الاسره وانا احلها لحضرتك. انا كمان عندي برنامج لبريد الاسره عندي في المحطه، وهي دي المشكله. ربنا ما يجيب مشاكل ولا حاجه. كويس قوي ان انتوا في التلفزيون يبقى عندكم برنامج بيهتم بمشاكل الاسره، واحنا كمان عندنا في الصحافه نهتم بمشاكل الاسره، يعني نكمل بعضينا. وبعدين بقى بصراحه مفيش اكتر من مشاكل الاسره يعني. المشكله ان صاحب القناه من بعد ما قرا مقالاتك في المجله وهو متشبث جدا ان انت تقدمي برنامج لبريد الحياه عندنا في القناه. انا اشتغل مذيعه؟ تخيلي، بس هي ما اسمهاش مذيعه يعني، هي اسمها صحفيه تلفزيونيه. بغض النظر حضرتك عن المسميات دي، ما بتفرقش مع الناس. فكره ان انا اطلع في التلفزيون يعني وابقى مذيعه زي الاستاذه منى الشاذلي ولميس الحديدي يعني حاجه تفرح بصراحه يعني. الناس بقى تشاور عليا وجيراني وحركات كده، حاجه حلوه يعني. طبعا اكيد حلو، بس ده لو نجحتي اصلا والبرنامج بتاعك ما طلعش جلاش. طب حضرتك ليه بتقول جلاش على اساس انه حاجه وحشه يعني؟
الجلاش برضو حاجة كويسة ولا انت شايف ايه؟ لا اكيد، بس هو المفترض ان انا اللي كنت اقدم البرنامج ده، بس مفيش نصيب. الحمد لله ان انت مش هتقدمه، لان حضرتك الحقيقة يعني منغلق كده يعني. المفروض البرامج دي يبقى الشخص بيقدمها من النوع اللطيف، قصدي من النوع البشوش يعني. بس لا شوية مشاكل بس، بس انت لسه قدامك فرصة. انا بقول لك اهو الموضوع مش سهل زي ما انت متخيلة. لا ده انت داخل على امتحان صعب جدا، يعني قدامك فرصة تنسحبي بدل ما تطلعي على الفضائيات ويتقال عليكي جلاش. تصدق فعلا حضرتك، انا عمري ما طلعت في التلفزيون خالص يعني. ده انا حتى مرة او مرتين بس اللي عديت من قدام ماسبيرو. حلو قوي، يعني ابلغ صاحب القناة اعتذارك؟ لا لا بالعكس، بلغه ان انا بفكر وان انا ان شاء الله هوافق لعند فيك. نعم شكرا ليك. طبعا يا اولاد انتوا عارفين ان ماما بتشتغل 3 ايام في المجلة و3 ايام كمان هتبقى في التلفزيون، يعني مش هتبقى فاضيالنا غير يوم واحد بس كل اسبوع. بقالي 20 سنة مفضيالكم نفس الاسبوع بحاله، مخدتش يوم اجازة. ده على اساس ان انت بتحاسبينا باثر رجع يعني. انا عندي رصيد اسحب منه، انما انت ما عندكش رصيد بتسحب على المكشوف. يعني عموما فكرة ان ماما ما تبقاش فاضية غير يوم واحد في الاسبوع ده، اعتقد طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ومتأكدين انه مش هينفع. ايه ده انت بتلقينهم يقولوا ايه؟ من فضلك دول عندهم ارادة حرة يتكلموا بمنتهى الحرية. قول لبابا ان دي فرصة ومش لازم ماما تضيعها. مين دلوقتي اللي بيلقن؟ يا جماعة مين قال لكم اصلا ان احنا بنتلقن؟ في ايه؟ ثانية واحدة بقى، الموضوع ده خطير ومش هيتحسم غير باستفتاء ديمقراطي حر. استفتاء؟ ايوة قدامكوا اسبوع بحاله تجهزوا الدعاية بتاعتكم. ايه يا ماما ده؟ انت بتعلقي الدعاية عندي في الأوضة؟ يا سلام، وإذا ما كنتش هعلق دعايتي في أوضة ابني حبيبي، هعلقها في أوضة مين؟ ابن الجيران مثلا؟ ابني حبيبي اللي هيديني صوته في الاستفتاء. لا، اللي طبعا هيديني صوته في الاستفتاء. طب وطبعا دي جاية من يعني الثقة اللي انت فيها دي جايبها منين؟ منك انت يا حبيبي، عشان انت ابني وانا عارفة ان انت بتحب المظاهر الكدابة زي عينيك. هتفرح قوي لما تبقى ماشي في الشارع والعيال تزفك وتقول الواد ابن المذيع اهو، الواد ابن المذيع اهو. لا ما هو فكك والله، انا ماليش في الشكليات دي. انا ليه يا حبيبي؟ ده انتوا ولادي، اذا ما كنتوش انتوا تقفوا جنبي مين اللي هيقف جنبي؟ ولادي اللي حطيتكم في بطني 9 اشهر، وانت بالذات قعدت في بطني 9 اشهر و5 ايام. الدكتور يقول لي ننزله يا مدام، اقول له لا 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 سيبه براحته خالص. طب ماما فكك بقى عشان انا بجد كده هعيط. يعني يا حبيبي اتأثرت وهتديني صوتك في الاستفتاء؟ ماما بصي من الاخر كده، انا محتاج وقت افكر. تفكر بعد كل ده؟ بعد ما قعدتك في بطني 9 اشهر و5 ايام عايز تفكر؟ اخواتك كلهم اتفطموا في سنة واحدة، وانت الوحيد اللي قعدت ترضع 2 سنين و5 اشهر وعايز تفكر؟ ده انا كمان انا وافقت ان انت تشتغل في الفندق ولا ناسي؟ طيب اعتبرنا انك كسبتي، هتديني عربيتك اروح بيها الفندق؟ طبعا لا، قصدي طبعا لا يا حبيبي. وانا اروح بايه؟ اروح شغلي ازاي؟ عايز امك تركب توك توك وتسمع اغاني مهرجانات؟ طيب هتنازل وعشان خاطرك هقولك ان انا عايز موتوسيكل. ما عنديش فلوس يا حبيبي، هجيب لك فلوس منين؟ يا ماما ادائك اوفر ومش متصدق، لما تقبضي من التلفزيون يبقى هاتيلي موتوسيكل عادي.